الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثالث من الكتاب الثلاثين، كتاب الحدود، باب حد الزنا. وحد الزنا جعله الشارع الحكيم لحماية الأنساب والأعراض، فإن حماية النسب والعرض مقصد من مقاصد الشرع الشريف. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث التاسع بعد 504,000، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. يبقى خذوا عني خذوا عني حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتزم ببيانه وسنته صلى الله عليه وسلم، ولا نكتفي بما ورد في القرآن فقط، بل لابد من الجمع بينهما. قد جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى قول الله في الآية: حتى يجعل الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى مش عارفين ايه السبيل بقى، نفضل حبسنهم يعني طول عمرهم، ولا ربنا هيجعل لهم سبيل اخر ومخرج اخر. فاشارة الى هذه الاية، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر وجلد 100 ونفي سنة، يبقى ده حد ايه؟ الزاني البكر، جلد 100 بالإجماع، ونفي سنة فيها مذاهب هنوضح. والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، هل يجمع بين الجلد والرجم في الثيب أم لا؟ الراجح أن الرجم، جمع الرجم مع الجلد للثيب منسوخ، منسوخ بإيه؟ بفعل النبي، حيث أنه رجم ماعز ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها، فلم يجمع الجلد مع الرجم. وكذلك قوله: أغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وما قالوش اجلدها، الأحاديث هتيجي. يبقى لم نأخذ بظاهر هذا الحديث بالجمع بين الجلد والرجم للثيب، لأن النبي قال: اغضوا يا أنيس إلى زوجة هذا فإن اعترفت يعني بالزنا فارجمها، وما قالوش اجلدها. وفعل النبي مع الغامدية ومع ماعز، حيث أنه اكتفى بالرجم دون الجلد، ولذا أجمع العلماء على عدم الجمع بين الجلد والرجم في الثيب والاكتفاء بالرجم، إلا أن سيدنا علي بن أبي طالب كان يرى الجمع بينهم. مذهب سيدنا علي بن أبي طالب يرى الجمع بينهم، ومن وافقه يعني.
أجمع العلماء على وجوب الجلد للزاني البكر. وما هو البكر؟ تعريف البكر إيه؟ وتعريف الثيب إيه؟ البكر هو الذي لم يجامع امرأة بعقد صحيح وهو حر. شوف الشروط دي كلها عشان يبقى بكر، لازم يبقى لم يتم له أن جامع امرأة بعقد صحيح، يعني بزواج. وأول حاجة تانية، والحاجة التانية إيه؟ وهو حر، لازم يبقى حر يعني عشان نخرج الرقيق، لأن الرقيق لا رجم عليهم أصلا. فالرقيق سواء بكر أو ثيب حده إيه؟ حده الجلد فقط، 50 جلدة، نصف ما على المحصنات من العدد، مش كده برضو؟ والرجم لا ينصف، فحلم على الجلد. واضح؟ عشان كده، علشان نقول عليه بكر لازم يتوفر فيه عدة شروط. عشان نقول ده بكر، نجلده لو سنة نجلده ايه؟ 100. ألا يكون قد دخل وجامع امرأة بعقد صحيح وهو حر. يعني معناها لو دخل بامرأة بعقد فيه شبهة يبقى لسه بكر. واضح؟ أو وطئ شبهة يبقى لسه بكر. يعني مثلا ايه وطئ شبهة وهو بكر؟ يعني عقد على امرأة ودخل بأخرى ظنا منها ان هي دي المرأة اللي عقد عليها وهي مش دي مراته. فهمت؟ يعني قالوا له خلاص يوم الدخلة، قالوا له البيت اهو اللي انت هتسكن فيه ومراتك هناك. طب جزاكم الله خير، المعازيم روحت. دخل، وكان في بعض الاسر على فكرة كانت ما تظهرش المرأة حتى يدخل بها، لدرجة أول مرة يشوف وشها لما يدخل بيها. في بعض العادات العربية العجيبة يعني، وإن كان الشرع لم يجزها. فلو فرض إن هو دخل على بيت قالوا أن زوجتك في هذا البيت، ادخل به مبروك. فدخل فرأى امرأة ظنها أنها زوجته التي عقد عليها وهو كان لا يعرفها، فدخل بها ثم اتضح أنها ليست هو التي عقد عليها، يبقى اسمه وطئ شبهة، لسه بكر. يبقى لسه ايه؟ بكر، مش موت سيد. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده يقول لك ايه؟ لابد ان يكون بعقد صحيح فيخرج وطئ الشبهه والعقود الايه؟ غير الصحيحه. واضح؟ ولازم يبقى حر عشان نخرج الرقيق. فهمت بقى المساله؟ واجمعت الامه ايضا على رجم الثيب، والثيب هو من ليس بكرا. يبقى تعرف الثيب ازاي؟ بانك انت تعرف تعريف البكر. يبقى من لم تتوفر فيه البكاره يبقى اسمه ثيب. يعني دخل بامراه بعقد صحيح وهو حر ولو مره في حياته، ثم زنى بعد 20 سنة، ثيب برضه. فهم؟ زنى بعد 30 سنة برضه ثيب. يعني الثيوبه لا تزول عنه. فهم؟ طالما حصلت منه مره خلاص. مش علشان بقى جامع مره وبعدين سافر وبعد عن مراته وقعد 30 سنه وجاء بقى وقع بالزنا ننسى ان هو جامع من 30 سنه فنقول بكر، لا دي طيب برضه. فهمت بقى؟ اجمعت الام على رجم الايه؟ المحصن. والمحصن اللي هو مين؟ اللي هو الحر الثيب، ادي معنى المحصن. في باب الرجم ما اقول لك رجم المحصن، تفهم المحصن دي تفكها حتتين، حر يعني ليس برقيق، وكمان ايه؟ ثيب يعني سبق له الدخول بامرأة بعقد صحيح وهو حر. فهمت؟ لم يخالف احد في حد الرجم من الأمة على مر العصور الا الخوارج والنظام من المعتزلة. قالوا ما فيش حاجة اسمها رجم، اي زنا بالجلد فيش حاجة اسمها رجم، البكر والسيف سواء، هو ده اللي جاء في القرآن. وفي ناس بتقول كده دلوقتي، في ناس بتقول كده دلوقتي، صحفيين وليبراليين وحقوق الإنسان والكلام ده، لا يعترفوا بوجود الرجم ويعتبروه ان هو عقوبة بشعة غير إنسانية.
بالمرة يقولوا كده، ويجي بعض المسلمين العلماء يوافقوهم ويسيروا على مذهبين النظام والخوارج، يقول لك ما فيش رجم. فهم؟ يبقى لم ينكر الرجم في الشرع الشريف إلا مين؟ الخوارج وبعض المعتزلة، على رأسهم مين؟ النظام، وهو عالم كبير من علماء المعتزلة. زي ما قلت لك اختلفوا في موضوع هل يجمع في الرجم بين الجلد والرجم للسيب ام لا. قلنا الجمهور على عدم الجمع بين الرجم والجلد، الا ان سيدنا علي بن ابي طالب ذهب الى الجمع بينهم، ووافقه سيدنا الحسن البصري، وكذلك اسحاق بن راهويه، كل دول قالوا بالجمع بين الجلد والرجم للثيب الحر. فهمت؟ لازم الثيب يبقى حر. العبد لو ثيب، لو ثيب ثيب وبكر سواء يجلد. بس احنا قلنا ان ايه؟ ان الحد في البكر هو الجلد 100 والتغريب عام. التغريب عام يعني ايه؟ يعني ينفى سنه كده، اما يتسجن او يتنفي، يعني ايه؟ يبعد عن مكان اقامته لمده عام. ذهب الاحناف الى عدم التغريب، قال لك ما فيش حاجه اسمها تغريب. واضح؟ عند الكوفيون وابي حنيفه قال البكر يرجى يجلد بس وخلاص. وذهب الشافعيه الى الجمع بين الجلد والتغريب عام، سواء كان الزاني رجل او امراه، سواء كان رجل او امراه. كويس؟ ده مذهب الشافعيه. وذهب المالكية إلى تغريب الرجل دون المرأة، حيث أنهم قالوا أن المرأة في تغريبها خطورة عليه. يبقى التغريب فيه خلاف والإجماع على الرجل على الجلد بالنسبة لمين؟ للبكر. عرفت يعني إيه التغريب؟ إنه يبعد. وإيه حكمة التغريب؟ إنه ربما يكون في مكان إقامته امرأة بتغوي على أن يزني به، فأحسن تبعده سنة عشان ينسوا بعض، ما تشوفوها ما يشوفهاش، ففيها حكمة. ربما يكون في مجموعة ملتفة حوله تشجعه على فعل هذا القبيح، فلما تغير مكانه وتبعده عن الإقامة في هذا المكان تبعده عن سبب الفتنة. فهمت ازاي؟ طيب أما العبد فهل يغرب؟ احنا قلنا العبد حده الجلد سواء كان بكرا او ثيبا. كويس؟ بدليل قول الله فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب. فهم؟ والتنصيف لا يكون الا في الجلد، والرجم لا ينصف. طب هل يجلد العبد 50 جلدة ويغرب ايضا، ولا يكتفى بجلده فقط؟ بالاجماع 50 جلد، خلاص اتفقنا العبد هيقول. طب نغربه زي الحر ولا لا؟ ثلاث اقوال عند الشافعي في المساله دي، فيها ثلاث اقوال عند الشافعي. قول لا يغرب لانه في ملك سيده، وان تغريبه اضرار بسيده. واضح؟ ده قول وهو مرجوح. وقول ثالث انه يغرب. كويس؟ يغرب ايه؟ عام. والراجح انه يغرب نصف عام. والقول الثالث الراجح في مذهب الشافعي. يجلد 50 ويغرب 6 اشهر. فهمت؟ لان عليه نصف ما على المحصنات من العدد. واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى
قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه، لأن النبي كان يعاني من شدة الوحي. ليه؟ بسبب عدم التجانس بين الملك وبين البشر، فكان يتلبس به الملك فيوحي إليه، فعدم التجانس يؤدي إلى إيه؟ إلى المشقة، فكان النبي يجري كثير من المشقة لعدم التجانس. فهمت؟ إذا أنزل عليه كرب، يعني إيه؟ يعني تعب، جاء من الكرب، يعني اشتد عليه الأمر، كرب لذلك وتربد له وجهه، ووجهه يظهر عليه أثر. قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر. طيب لو ثيب زنى ببكر او بكر زنى بثيب، برضو داخلين في الحكاية، يبقى الثيب له حكم والبكر له حكم. هنا بيقول الثيب بالثيب، طب الثيب بالبكر ايه حكمها؟ معلوم بقى خلاص. فهمت بقى المسألة؟ يبقى افرد بكر زنى بثيب، يبقى البكر يقام عليه حد البكر والثيب يقام عليه حد الثيوب الثيب. فهم؟ او العكس، ثيب ببكر وهكذا. جلد مئة ثم رجم بالحجارة، ده في الثيب، الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، وقلنا الجمع بين الرجم والجلد فيها الخلاف المشهور، والجمهور قالوا أنه يكتفى بالرجم دون الجلد، واضح؟ خلافا لسيدنا علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه، قالوا بالجمع. أمال إيه؟ أمال الرجم حتى يتجرح وخلاص؟ الإعدام رجما بلغة العصر، الإعدام رجما. ان شاء الله 100 مره يتجلد برضه، حكمه الجلد طالما فاضل بكر. ما هو لا تزول عنه البكاره الا ان يدخل في عقد صحيح وهو حر. فاهم؟ والبكر جلد 100 ثم نفي سنه. فهمت بقى الشافعيه ليه قالوا نفي سنه؟ وعرفت خلافهم في العبد؟ فهم؟ قالوا العبد ثلاث أقوال، لا نفي عليه لأنه في إضرار لسيده، أو أنه ينفى نصف المدة لأنه عليه نصف على المحصنات من العذاب، مش كده برضو؟ يبقى نصف سنة وده الراجح، وقول تاني أنه ينفى سنة كالحر. وعنه به قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد قالوا حدثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى. عرفت بقى الملكية قالوا إيه في مسألة وينفى؟ قالوا في الذكر دون المرأة، يبقى إيه؟ النفي مع الجلد للرجل دون المرأة، لأن المرأة في نفيها خطورة. فهمت؟ لأنها ضعيفة وعورة. ده رأي الملكية. والأحناف قال لك مفيش نفي. واضح؟ مفيش نفي. والشافعية خدوا بالحديث. قال لك سواء ذكر أو امرأة، وبعدين لما تنفى المرأة عليها أن تأخذ معها محرم يحميها، وعليها نفقة المحرم يحميها في غربتها لمدة سنة. والوقت ممكن الإقامة في إيه؟ الجبرية، في سجن النساء، تسجن سنة في سجن النساء وخلاص، مكان محترم ومقفول ومحروس ومش حقيقي، ما فيهاش خطورة على نفسها. فاهم؟ يعني ممكن يتعمل هذا في العصر الحديث. ممكن نسوي العقار
يا المهم ما تقعدش في المدينه، هي هي زانت وهي في القاهره، ليها عم في اسكندريه يصدر حكم انها تقعد عند عمها اللي في اسكندريه وما تجيش القاهره لمده سنه، فهمت؟ ويبلغوا عن اسمها كل الايه المداخل بتاعت القاهره وخلاص، تيجي تقطع تذكره في القطر يبقى اسمها عند بتوع محطه السكه الحديد، تيجي تركب مش عارف ايه في محطه التذاكر اسمها عندهم، يرجعوها تاني وخلاص لمده سنه. ممكن يعني التنفيذ، شوف الشرع الشريف يقول لك الحكم، كيفيه تنفيذه بقى تختلف باختلاف بقى كل دوله وكل ناس يبتدوا ينفذوه بالطريقه المتاحه، يعني مش عامل لك نظام معين. انت بقى اخترع بقى في كيفيه تنفيذه وتطبقه ازاي. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي كلاهما عن قتاده بهذا الاسناد غير ان في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم لا يذكران سنه ولا مئة. يعني قال لك ينفى بس، ما قالش ينفى سنه يعني في الروايات دي، قالوا ينفى وما حددوش المده، وقالوا البكر يجلد وما حددوش المئة. باب رجم الثيب في الزنا. وعن ابي قال حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة انه سمع عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في خلافته، سيدنا عمر قال الكلام ده في خلافته، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، اللي يقصد ايه الشيخ والشيخة فرجمهما البتة، كويس؟ هل هي آية ولا حديث؟ يبدو ان بعض الصحابة ظنوها آية وهي كانت حديثا عن النبي، لأنها ليست فيها ملامح القرآن ولم تثبت قرآنيتها بالتواتر، وبالتالي يبقى في الغالب أنها كانت حديثا، فظن بعض الصحابة أنه آية من الآيات، ولما رأوا النبي لا يقرأه في الصلاة قالوا أنه نسخ تلاوة، فحدث إيه سوء فهم في المسألة، فهمت بقى المسألة؟ لكن أولا ليثبت قرآنيته لابد أن يثبت تواترا، وخبر الشيخ والشيخة لم يثبت تواترا بل ثبت أحاد، فيبقى لا يثبت قرآنيته، واضح؟ دي الحاجة. الحاجة الثانية أن أسلوبه لا يدل على أنه قرآن، القرآن له أسلوب معين. ايه الشيخ والشيخة فرجمهما البتة، تنفع دي قرآن دي؟ ده كأنه كلام ناس كده قاعدين بيتكلموا مع بعضهم. القرآن له أصلا، اللي بيعيش مع القرآن له طلاوة معينة وأسلوب معين في الاختيار الألفاظ وفي وقعها على سمع أذن السامع، فلا تجد إن هذه الجملة فيها حلاوة القرآن أو نور القرآن. ايه الشيخ والشيخة فرجمهما البتة دي؟ أولا لا بلاغة فيها ولا، فهمت ازاي؟ فتصلو ان تكون كلام وليست تصلو ان تكون كلام الله، تصلو ان تكون كلام بشر. فإذا ثبت انها كلام بشر ربما ان تكون حكما ذكره النبي، فظنه بعض الصحابة حيث ان القرآن لم يكن مجموعا انه من القرآن وهو لم يسمعه. فهمت؟ ولكن الراجح انه لا يثبت قرآنيتها. طب والرجم يثبت بإيه؟ مش بهذه الآية. يثبت بفعل النبي. مع ماعز والغامدية، مش كده برضو؟ ومع ايه زوجة الرجل اللي هو لما قال له اغضي يا أنيس على زوجتي هذا، يبقى ثبت الرجم بفعل النبي وقوله، ولم يثبت بقرآنية هذه الآية أصلا اللي هي منسوخة، فهمت بقى؟ فسيدنا عمر بن الخطاب يقول ايه، إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها
فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، يبقى الدليل على الرجم من فعل النبي. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله. الله ده سيدنا عمر يعني إيه، ذكر ما حدث بعده بمئات السنين، حيث أنه أنكروا الرجم. مين اللي احنا لسه بنقوله من الخوارج؟ أنكروا الرجم، وكذلك النظام من المعتزلة، وكذلك بعض المعاصرين في زماننا. الله ده سيدنا عمر يعني محدثه من كراماته ان يخبر بما يحدث بعده، والنبي كان يقول على سيدنا عمر محدث يعني ملهم. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. كيف يثبت الإيه؟ الزنا. هنا سيدنا عمر قايل يثبت بالبينة أو الحبل أو الاعتراف، ثلاث حاجات عند سيدنا عمر أهو. يثبت الزنا عند سيدنا عمر بإيه؟ البينة، أربعة رجال يشهدوا ولا يختلفوا. واخد بالك؟ ادي البينة، يشترط الذكورة والعدد أربعة وعدم الاختلاف مع العدالة. كويس، ادي البينة. أو الاعتراف اللي هو الإقرار، والإقرار سيد الأدلة. طب والحبل؟ فيه إشكال بقى. فذهب المالكية ومن وافقهم وفقا لإيه؟ لكلام سيدنا عمر. وفقا لمين؟ لمذهب سيدنا عمر، أن الحبل إذا حبلت امرأة لا زوج معها، هل ده دليل على أنها زانية فنرجمها أو نجلدها إن كانت بكرا، أو نرجمها إن كانت ثيب؟ الحبل لوحده هذه القرينة كافية لإثبات الزنا أم ليست ثابتة؟ فهم؟ ذهب سيدنا عمر ووافقه المالكية على أنها جريمة، يعني قرينة تثبت الزنا. فهم؟ وذهب الشافعية والأحناف إلى أن الحبل دون الاعتراف أو البينة لا يثبت الحد في حق الحابل. فهم؟ لابد أن تعترف أو يأتي بينة، فإن لم تعترف فنقولش عليها زنا، ولا نقول عليها حاجة، ولا نقيم عليها الحد. تولد في أمان الله وما لناش دعوة بيها، وتربي العيال. فهم؟ طالما لم تعترف ولا يوجد شهود. فهم؟ وسبحان الله رأي الشافعية والأحناف في هذه المسألة أقوى. ليه؟ لأن ممكن المرأة تدخل المني في فرجها فتحمل دون زنا. بيحصل إذا أدخلت المرأة المني في فرجها بقطنة مثلا، أو الوقت بأنبوبة اللي هو يقول لك طفل الأنابيب، هذا ليس زنا. فهمت إزاي؟ ليس زنا وتم حمله، تبقى ممكن تبقى في امرأة حامل متصورة بدون زنا، صح ولا لا؟ وطالما متصور ان تحمل بغير زنا صارت ايه؟ شبهه. وضعوا الحدود بالشبهات. شفت بقى؟ ومذهب الشافعيه والاحناف في هذه المساله اقوى من حيث الدليل. وعشان كده سيدنا علي بن ابي طالب ما وافقش سيدنا عمر في ان الحبل بغير اعتراف او بينه يكفي لاقامه الحد. وعشان كده سيدنا عمر ما اقامش الحد على واحده حامل اصلا بغير زوج. ليه؟ اللي منعه سيدنا علي. سيدنا علي، وعشان كده كان سيدنا عمر يقول ايه؟ لولا علي لهلك عمر. كان يستشير سيدنا علي في امور كثيره في القضاء. سيدنا وعشان كده لم يترك سيدنا علي يخرج في الفتوحات والغزوات في خلافته، قعدوا جنبه في المدينه. علشان ايه؟ يفتي في القضايا. يبقى مستشار له. فاهم؟ فسيدنا علي بن ابي طالب إيه؟ انكر عليه ان يقيم الحد على الحامل لمجرد حملها دون اعتراف او بين. فهمت بقى؟ يبقى الخلاف في موضوع ايه؟ اثبات جريمة الزنا تثبت بالبينة اللي هي الشهود او الاعتراف فقط،
طب هل الحبل ايضا؟ الملكيه قالوا اه والحبل ايضا. فهمت ازاي؟ والشافعيه والاحناف قالوا لا، الحبل قرينه وليس بينه، ونحن امرنا الا نحكم بالقرائن. القرائن تشتبه، امرنا ان نحكم بالبينه. فهمت بقى ازاي؟ يعني الحبل يجعلك تشك، بس تشك ان البنت دي زنت طالما حملت، لكن تقدر تحلف؟ ما تقدرش. طالما ما اقدرش احلف يبقى ما اقدرش اقيم حد. فهمت؟ طب امتى اقيم الحد؟ تيجي تعترف بقى او تجيب لي شهود. واضح؟ ما انا بقول ادخلت المنيه في فرجها. بس هل ده الكلام ده كان في عصر النبي او ده كانوا بياخدوا ساعات المني. امراه مثلا محرومه من الخلفه تاخد مني زوج جارتها في قطنه وتحطه في فرجها عشان تحمل. ده على ما ده مكتوبه في التاريخ قصص كتيره زي دي، واخد بالك؟ عشان تحمل يعني، كانت معموله. وايام الجاهليه كانوا بيعملوا كده كمان عشان تجيب ايه ولد يكون ايه شجاع وقوي زي فلان، تقوم تجيب المني بتاعه تدخله في فرجها عشان تجيب ولد ايه وارث الايه القوه والشجاعه دي من هذا الفارس المغوار. فكانت بتتعمل الحكايه دي يعني، بس دلوقتي بقت بتتعمل بطريقه تقنيه، لكن بتتعمل من زمان. بل ممكن يكون انسان احتلم في ثوبه فلبسته امراه بعده دون ان تدري وفيه الرطوبه، فدخل المني في فرجها دون ان تشعر. مش ممكن الاحتمالات دي كلها وارده؟ فكل ده وارد، وبالتالي طالما دخلت الاحتمالات اداره الحدود بالشبهات. شفت بقى المساله؟ او ممكن تكون مثلا اختصار. لا، ما هو المكرهه اصلا لا يقام عليها الحد. المغتصبه دي حتى حملت ما حملت لا يقام عليها الحد لانها مكرهه. علشان تبقى زانيه لازم بحي بكامل اختيارها. لكن المكرهة لا حد عليها. فهمت؟ يعني اغتصبوا واحدة وقبضنا على اللي اغتصبوها، هنجلدها دي، هي مالها؟ لا انا ما اقصدش كده، انا اقصد انها او حملت، هي اخفت الاغتصاب للفضيحة. يبقى برضه يبقى الحمل ده في حد ذاته ليس قرينة على، لانها ربما تكون كانت مكرهة. شفت بقى؟ ده كل ده يقوي مذهب الشافعية والاحناف. والله تعالى اعلى واعلى. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الاسناد. باب من اعترف على نفسه بالزنا. يبقى احنا قلنا يثبت الزنا بالاعتراف اللي هو الاقرار او بالبينه. خلاص. اما الحبل ففيها خلاف، والراجح انه لا يثبت به ايه؟ لا يثبت به حد الزنا. وعن ابي قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت، فاعرض عنه. شوف النبي مش متشوف لإقامة الحد، يبقى الشرع ليس متشوفا لإقامة الحد. فهمت بقى ازاي؟ عارف بقى لو قال كده والشرع متشوف للحد هتوه، ده هتوه. لكن النبي أعرض عنه كأنه ما سمعش. فهمت ازاي؟ يبقى الشرع غير متشوف لإقامة الحدود. فهمت بقى ازاي؟ دي نقطة مهمة تاخد بالك منها. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه. أما الراجل راح جاي من جهة وجه النبي، يعني هو قال إني زنيت وجاي، فراح النبي إيه التفت كده كأنه مش شايفه، فراح لافف تاني وجاله من وجه النبي بالمواجهة. فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات لحد ما اعترف ايه
أربع مرات. هل في الإقرار يشترط الأربعة؟ زي الشهود يشترط فيهم الأربعة يقر أربع مرات؟ ولا يكفي الإقرار مرة؟ ثلاث مذاهب عند المسلم. يبقى هل في الإقرار يشترط الأربعة التكرار؟ ولا لا يشترط يكفي الإقرار مرة واحدة بس مع انتفاء الإكراه؟ فهمت؟ ذهب الأحناف والشافعية لأنه يكفي مرة طالما غير مكره، وإقرار المكره لا يعتد به شرعا. وفيه تفاصيل في الأموال، في قضايا الأموال عند المالكية. وذهب المالكية إلى أنه لابد من التكرار في الإقرار، انه يقر اربع مرات. كويس. واستدلوا بالايه؟ بالروايه دي. ولو في مجلس واحد. وذهب اظن عبد الرحمن بن مهدي الى انه لابد ان يقر في اربع مجالس منفصله، اربع مرات بس في كل مره في مجالس منفصله. فلو اقر اربعه في مجلس واحد يسمى اقرار واحد، فلا بد ان يكرر الاقرار في اربع مجالس منفصل. واضح؟ الامام مالك والامام الشافعي هم اللي عندهم لابد ايه يكفي الاقرار مره واحده، الامام مالك والامام الشافعي. لكن الاحناف عندهم ايه؟ الاقرار اربع مرات. عشان انا بس ايه اخطات في عزو، في عزو المذاهب. يبقى المالكية والشافعية قالوا يكفي الإقرار مرة واحدة، والأحناف قالوا يكرر الإقرار أربع مرات ولو في مجلس واحد. كويس. لكن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لابد أن يقر أربع مرات في مجالس مختلفة، في أربع مجالس. واضح؟ ابن أبي ليلى. لا، عبد الرحمن بن أبي ليلى ده مجتهد لوحده، ده مذهب لوحده، إمام كبير. هنبتدي نتكلم بقى في الرجوع في الإقرار. نصبر بقى، احنا الأول بس نمشي خطوة خطوة. حتى ثنى ذلك، يعني كرر. حتى ثنى ذلك يبقى ثنى يعني كرر. حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ أنت مجنون؟ أنا مش عايز أنا أعرض عنك، وأنت عندك مندوحة إنك أنت تتوب إلى الله وتستر نفسك، أنت مجنون جاي تفضح نفسك وتقتل نفسك؟ فهمت إزاي؟ لأن قدامك مندوحة إنك تستر نفسك، روح توب إلى الله ومالناش دعوة، مش عايزين نعرف. فهمت؟ ادي معنى ابيك جنون، يعني وانت اهبل ولا يعني عندك سفاهه؟ عندك طريق اخر فيه امان، استر نفسك وتوب الى الله خلاص ونجيش. لكن تيجي تفضح نفسك في المسجد كده تقول قدام الناس كلها، وبعدين تجي لنا وتلح عليا وانت عارف ان الالحاح ده هيؤدي الى قضيه تنتهي بانك انت ترجم الى الموت، انت مجنون؟ كل ده يدلك على ان الشارع غير متشوف لإقامة الحد. وكذلك يثبت أن المجنون لا يقام عليه الحد كمان. يبقى إيه؟ الذي زال عقله بجنون وزنى لا يقام عليه حد زنا. فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ يعني بيشوفه سيب ولا بكر؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى. المصلى ده اللي كانوا بيصلوا فيه الجنائز، عارف انت لما تطلع من باب سيدنا جبريل بالمسجد الحالي، لما تطلع من باب سيدنا جبريل او باب البقيع، كويس، هيبقى امامك البقيع بعيد كده، في جزء متحوط كده خارج المسجد كانوا بيصلوا فيه الجنائز. فهمت ازاي؟
فرجمناه بالمصلى. هل يقصد مصلى الجنائز ولا يصلى العيد بعيد تاني بجهة تانية؟ تحتمل دي وتحتمل دي. ومصلى العيد كان ايه؟ جهة كده مسجد بلال الناحية التانية غرب المسجد، فهمت؟ فهل هو يقصد رجمناه في المصلى اللي هو مصلى الجنائز اللي انا قلت لك عليه ده، ولا مصلى العيد تحتمل وتحتمل؟ فلما أزلقته الحجارة يعني أوجعته هرب. أدي الرجوع في الإقرار أهو بعد إيه؟ هرب. فأدركناه بالحرة فرجمناه. فضل وراه لما إيه؟ رجموه. ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. لو رجع في الإقرار قبل إقامة الحد يعتد برجوعه بالإجماع. واضح؟ لو رجع في إقراره قبل إقامة بعد قبل صدور الحكم وتنفيذ الحد، يعني افرض قالوا له ايه خلاص حكمنا حكمت عليه المحكمة انه يقتل رجما يوم الخميس، والحكم ده كان يوم السبت، فاهم؟ فجاء يوم الخميس قبل تنفيذ الحكم بساعة قال انا رجعت في كلام، خلاص يلغى الحكم. فهمت ازاي؟ بالاجماع، باجماع فقهاء المسلمين يلغى الحكم باجماع فقهاء المسلمين طالما لم يشرع في تنفيذ الحكم. فهمت ازاي؟ طب لو رجع بقى اثناء اقامه الحد عليه يعني بسبب الوجع والالم زي ده، هل يؤخذ برجوعه ولا لا يؤخذ برجوعه؟ الملكيه قالوا لا يعتد برجوعه طالما بدا الحد. فهمت ازاي؟ والشافعية قالوا يعتد برجوعه له حتى لو بدأ الحد، لأن النبي في برماعز لما جري منهم وهرب وهم جري وراه قال هل لا تركتموه، يعني لمهم النبي لمهم. فالشافعي خد بالرواية دي قال هو يعتد برجوعه حتى أثناء إقامة الحد، حيث أن النبي قال هل لا تركتموه. فهمت المسألة؟ إذا سقط الحد هل يحل محله تعذير ولا لا؟ دي مسألة تانية برضو، دي يراها الحاكم المناسبة. كل قضية على حدة، وانت عايز تبقى قاضي كل قضية على حدة، يعني كل قضية بيحقق فيها. ممكن يكون هذا الرجل سيء السمعة أصلا، أو الرجل ده كان بريء السمعة، فلو سقط عنه الحد ولا يعذر كمان، ده يعتذر له. لكن لو واحد سيء السمعة وعملها كتير لكن لم يثبت عليه ورجع، ممكن حتى رجوعه يوقف الحد لكن يبقى التعزير لسوء سمعته، يبقى تختلف باختلاف كل واحد. فهمتني ازاي؟ وعنه قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد ايضا وفي حديثهما جميعا. قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل. وعن ابي قال وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حال قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو روايه عقيل عن الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره. وعن ابي قال وحدثني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا ابو عوانه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك. يبقى الرواية هنا قالت لنا اسمه، الرواية الأولانية ما قالتش اسمه، فالرواية دي قالت اسمه ماعز بن مالك. حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل، بيوصفوه يعني طوله قصير ليس بالطويل، وأعضل يعني مكتنز اللحم، ليس عليه رداء يعني ليس عليه جل يعني نصه العلوي عريان، يعني دليل انه فقير، يعني يا دوب نصفه السفلي بس هو اللي ملفوف كده، وليس عليه رداء يعني النصف العلوي من جسمه عاري البدن. فشهد على نفسه اربع مرات انه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا، يعني قال له فلعلك قبلت، فلعلك ايه فخذت، فلعلك حضنت، يعني عايز يلتمس له اي حاجه كده يهرب.
قال لا والله إنه قد زنى. الآخر يعني الأبعد يعني. قال لا والله إنه قد زنى الآخر، عشان مش عايز الراوي يقول إيه، قال قد زنيت، يقوم يجيب الضمير على نفسه حتى ولو ضمير حكاية من باب الأدب يعني. فهمت إزاي؟ قال لك الأبعد يعني، الآخر يعني الأبعد، يعني كأنه بيبعد عن نفسه. مثل إيه؟ إنه حتى يروي الرواية بضمير المتكلم. فهمت إزاي؟ ده من باب الأدب يعني. قال لا والله إنه قد زنى الآخر. قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة، أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي بيقول لما نيجي نخرج في غزوة ويخرج الرجال ويتركوا النساء في المدينة بلا أزواج، يجي واحد خسيس يزني بنساء الرجال اللي هم خارجين يغزو. فهمت ازاي؟ طب والله انا لو رجعت وشفت حد عمل كده لا انكلن به. فهمت ازاي؟ يبقى النبي يريد ان هو يهددهم، لانه كانوا بيخرجوا في الغزو يغيبوا بالشهور ويتركوا الزوجات بغير ازواج. فبيقول هنا ايه، نقرا كلام النبي بقى هنا، الا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف احدهم له نبيب كنبيب التيس، والنبيب كنبيب التيس يعني صوت التيس عند الجماع، عند السفاد يعني، السفاد اللي هو جماع الحيوانات يسموه السفاد. كويس، بيبقى ايه الحيوان بيعمل صوت كده اثناء جماعه انثاه. فالنبي شبه الرجل الذي يزني بامراه لا تحل له كالتيس كالحيوان، يعني مش انسان محترم. فهمت ازاي؟ وده يبين لك قد ايه هذا الفعل حقير. خلف احدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح احدهم الكثبة، الكثبة اللي هي قليل اللبن يعني، الكثبة اللي هو قليل اللبن يعني، اما والله ان يمكنني من احدهم لانكلنه عنه، يعني ايه اعاقبه معاقبة مبالغ فيها يعني. وعنه به قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى، فرده مرتين ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدهم ينب نبيب التيس يمنح إحدهن الكثبة. شبه المني بتاعه بقليل اللبن يعني، الكثبة أصلا هي اللبن، لأنه يعني يمني في فرج امرأة لا تحل له. فهمت ازاي؟ وده يبين لك كيف أن النبي كان يستعير الألفاظ غير القبيحة ليعبر عن القبيح، لأن النبي كان حيي، فمن الحياء أنك أنت تعبر عن الأشياء القبيحة بألفاظ غير قبيحة. وده يدلك على الأدب النبوي الرفيع صلى الله عليه وسلم، يعني عايز يقول أنه أمن في فرج امرأة لا تحل له فليمنح أحدهم الكثبة. والكثبة أصلا هي إيه؟ قليل اللبن. فهو ادلك المعنى ولكن بلفظ إيه؟ لطيف. تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، إن الله لا يمكنني، إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا. يعني إيه؟ عبرة لمن يعتبر. نكال هنا يعني عبرة لمن يعتبر، أو نكلته يعني بالغت في عقوبته. قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات، يعني رد ماعز 4 مرات. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر، ووافقه شبابة على قوله فرده مرتين، وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو 3. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري
واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال نعم. يبقى يبدو أن إيه؟ أن ماعز كان النبي جاله خبره قبل كده، إيه؟ واحد جال اشتكى للنبي، فلما جاء أقر قال له أحق بقى اللي جالي عنك كمان حق بقى البلاغ اللي جاء. يبقى لما جاء للنبي البلاغ ما حققش إلا لما جاء هو، فهمت؟ ده برضو يدلك على أن إيه؟ على أن الشرع غير متشوف لإقامة الحدود. قال نعم. قال فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن ما ابن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا. يعني بيسألهم بيقول له هو ده مجنون ده ولا بيديله حالة نفسية ولا بيهلوس؟ سأل عنه أهله. يبقى دليل من إيه؟ دليل على أن القاضي لابد أن يقيم الحالة النفسية للمعترف حتى يطمئن أنه بيعترف بغير مرض وبغير إكراه. أو النبي سأل أهله هل ده مريض ده ولا كان بيجي له أطوار نفسية ولا بيتعاطى بعض المسكرات، يعني ولا مجنون ولا إيه بالظبط؟ شفت؟ أو ده كل ده يدل على أن لابد أن القاضي يستعين بأهل الخبرة في تقييم الحالة النفسية والبدنية للمعترف. فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف. المدر جمع مدرة وهي الايه؟ الطين المتيبس. والخزف اللي هو اذا تعرض للنار صار خزفا زي الفخار. قال فاشتددنا، اشتد يعني جري، اشتد فاشتددنا، جري فجرينا وراه. فاشتددنا خلفه حتى اتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة. الجلاميد جمع جلمود وهي الحجارة الكبيرة. حتى سكت، سكت يعني ايه؟ يعني مات بقى، يعني بطل حركة، يعني سكت من الحركة. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه صلى الله عليه وسلم، لأنه مش محتاج الاستغفار، لأنه إذا قيم الحد عليه فقد إيه؟ وقعت عنه العقوبة الأخروية، فمش محتاج استغفار. ولا سبه لأنه طهره الله، فهمت؟ وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه. وقال في الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ولم يقل في عيالنا. وعن أبي قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا عن أبي زائدة حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث، غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنا 3 مرات. الرواية اللي فيها 3 مرات جايبها الإمام المسلم فين؟ في أواخر الروايات لأنها مخالفة للأصح، فتملي الإمام مسلم يجي في الشواهد ما هو مخالف للإيه؟ للأصول. يعني يأتي الأول في أول الباب بأصل الباب ده أصح الأحاديث، ويجد في الشواهد بالأمور اللي فكأنه بيقول لك إيه؟
رواية الثلاث مرات دي يعني كأنها لم تثبت، هي ثبتت الرابعة، إنما الثلاث ده وهم من الرواة، كأنه عايز يقول لك كده. فهمت بقى؟ ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.